احنا من خلال هذه الورقة حاولنا نجد الآليات الكفيلة اللي بيحقق الاستقرار من خلال العدالة ومحاربة ظاهرة الإفلات والعقاب، وكذلك المساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا، وأيضا الاتفاق على كل الترتيبات التي تقود إلى خلق بيئة صالحة للمجتمع في مناطق النزاع وفي المجتمع السوداني، على أساس أن المجتمع ده يستقر ويتعايش بصورة إيجابية في المستقبل. أنا أعتقد أنه الأوراق التي تبقت وهي محدودة يمكن حسمها في وقت وجيز، ويمكن الوصول إلى توافق يقود إلى التوقيع على اتفاق سلام في خلال الأسبوعين القادمين إذا سارت الأمور بهذا الترتيب.